النهارده البشاير لسه مكمله، وانا قلت لكم ان احنا في ما يشبه كده باسبوع الخير، او ان السماء ابتدت تندع. وانتم عارفين ندعه السماء دي بتاعه المطر الصغير ده معناها ان الامطار والسيول الخير ان شاء الله جايه. شفنا الارض اللي بتخضر في الفرافره، وشفنا المشروعات الكبيره، وشفنا محطات الطاقه في اسيوط، والنهارده كمان شفنا اللي هو كامل الوزيري، هذا الرجل الدينامو اللي انا قلت انه رغم اقراري بان الاستنساخ حرام، استنساخ البشر حرام، لكن الحقيقه كان نفسي لو ما كانش حرام كنا نستنسخ عشرات النماذج من كامل الوزيري، لانه قوه وطاقه هائله لا تهدأ ولا يضع يديه في قطعه ارض الا وتتحول الى جنه بسم الله ما شاء الله. يعني كامل الوزيري النهارده كان بصحبه وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي في بعض مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، والبشرى التي أعلنها كامل الوزيري من هناك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد يعطي إشارة البدء ويضع حجر الأساس للعاصمة الإدارية الجديدة، الحلم الكبير اللي احنا بنحلم بيه، خلال شهر أو ربما أقل من شهر. وده معناه أنه العمل يسير على قدم وساق، واحنا بنتكلم، احنا طول الوقت بنتكلم وطول الوقت بنهزي وطول الوقت بنتخانق وطول الوقت عاملين دوشة، وفي ناس طول الوقت بتشتغل. مع كامل احترامي، فلتقطع ألسنتنا ولتحيا أيادي العمال. تقرير الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصحبة اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في جولة تفقدية لأعمال مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، متابعة لمعدلات الإنجاز بمواقع الحي السكني بالعاصمة المنفذة من قبل شركات مصرية خالصة. احنا بنتكلم على 30,000 وحدة سكنية بمختلف المستويات، وزي ما حضراتكم شايفين غابة المعدات اللي موجودة ورانا، والحمد لله يعني احنا شغالين دلوقتي يعني 24 ساعة، كل شركات المقاولات سواء اللي تابعة للدولة او القطاع الخاص بتتسابق مع بعضها البعض في هذا الموضوع، وربنا وفقنا. يعني احنا يعني شغالين طبعا، يعني احنا يعني كفريق عمل واحد بالكامل، يعني وزارة الدفاع وزارة الإسكان في هذا المشروع اللي احنا بنعتبره أحد أهم المشروعات القومية اللي هتغير وجه مصر إن شاء الله. 30,000 وحدة سكنية بمختلف المستويات كمرحلة أولى، جاري العمل على تنفيذها على قدم وساق، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، كلها بتنفيذ شركات قطاع أعمال أو خاص مصرية تتنافس وتتسابق لإنجاز مهمها على أكمل وجه. كل الشركات اللي موجودة شركات قطاع الأعمال العام المصري وشركات القطاع الخاص المصرية هم اللي شغالين في المشروع. العمال مصريين، الخامات اللي موجودة كلها مصرية، حديد وخشب وأسمنت كله مصري. توقيتنا إن شاء الله توقيت مضغوط، إن شاء الله خلال شهر يمكن اكتر شوية اقل شوية هيتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع حجر الاساس للمشروع. انتوا عارفين ان احنا ما بنحطش حجر الاساس ولا بنتكلم عن مشروع الا لما بتكون عوامل نجاحه موجودة. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين، متضمنة الحي السكني والحي الإداري الذي يشمل 12 مبنى للوزارات ومبنى للبرلمان ومبنى لرئاسة الجمهورية وقاعة مؤتمرات كبرى. حلم يراود الجيل الحالي وأمل يطالعه الأجيال القادمة، مشروع يسهم في حل واحدة من أصعب المشكلات التي نعاني منها، وكيان استثماري بالنظم العالمية الحديثة، إنها العاصمة الإدارية الجديدة. محمد بهاء الدين، الحياة اليوم. حاجة تفرح، ويا رب يكملها بالخير، ويا رب الحاجات الحلوة الإيجابية اللي احنا بنشوفها دي تلغي مساحات التشاؤم ومساحات السواد اللي أصابت ناس كتير من المصريين خلال الأربع خمس سنين اللي فاتوا. خدوا بالكوا انه غصب عننا لا وعي خزن سواد كتير السنوات اللي فاتت بسبب الاحداث كتير الوحشه اللي شفناها، وكل ما نقوم نقع كل ما نقوم نقع. لكن اتمنى ان النقاط الايجابيه واللمبات اللي بتنور دي تلغي مساحات الظلام اللي موجوده عندنا، لان خدوا بالكوا لما الامل والتفاؤل يملانا ممكن نعمل المستحيل. انا في واحد بس او اتنين هم اللي صعبانين عليا جدا في القصه دي، هو السواق بتاع اللواء كامل الوزيري بجد، يعني مع مدير مكتب اللواء كامل الوزيري. طب اللواء كامل الوزيري بسم الله ما شاء الله ما بينامش، وفي نفس اليوم بينتقل من اسيوط للفرافره لبورسعيد للتجمع، وخلاص هو على كده ومبسوط. سواء بقى يعني بجد ناس بتشقى وبتتعب ولهم
كامل التحية والتقدير الحقيقة.